إن شاء الله هنعمل مع بعض فطاير محشية بطريقة سهلة جدا واقتصادية. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فطاير محشية أو سندوتشات محشية تنفع للمدارس. هنعملها بطريقة سهلة جدا واقتصادية. المقادير اللي معايا نص كيلو دقيق او 3 كوبايات ونص دقيق بمج الشاي العادي، عليه رشة ملح، قطعة خميرة كبيرة بحجم عين الجمل او معلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقة كبيرة سكر، معلقتين كبار زيت، مية دافية للعجن، دي مية دافية استحملها بصباعي عشان ما تموتش الخميرة. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. اول حاجة هعملها هدوب قطعة الخميرة في المية الدافية وهضيف لها معلقة كبيرة سكر. هدوبها كويس واسيبها 5 دقايق على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل. هغطيها واسيبها على جنب 5 دقايق لحد ما الخميرة تتفاعل، وبعدين هوريكم هنعمل ايه. بعد 5 دقايق الخميرة تفاعلت، عملت وش ابيض زي ما انتم شايفين. معايا نص كيلو دقيق اللي حط عليه رشة الملح، هعجن بالمية الدافية اللي دوبت فيها الخميرة، بنزل بالمية حبة حبة. وبلم العجينة بمعلقتين كبار زيت، هعجن كويس، هعجن لمدة 5 دقايق لحد ما العجينة تبقى طرية وناعمة في ايدي ومش بتلزق. عجنت العجينة كويس جدا لمدة 5 دقايق لحد ما بقت طرية وناعمة ومش بتلزق في ايدي، والطبق بقى نضيف. هغطيها بكيس وهشيلها في مكان دافي واسيبها تخمر لمدة 2 ساعة، وبعد 2 ساعة وانا بشكلها هوريها لكم. بعد 2 ساعة العجينة خمرت زي ما انتم شايفين، ههبطها وهطلع الهواء منها. وهقسمها لكور حسب الحجم اللي انتم عايزينه. هرصها على رش الدقيق، حجم ده حلو قوي. هخلص الكمية اللي معايا وبعدين هوريها لكم. قسمت العجينة ل10 كور زي ما انتوا شايفين، عايزين تكبروا عن كده او تصغروا براحتكم. دلوقتي هنفرد مع بعض من اول واحدة قسمناها. هفرد على رش الدقيق اول واحدة، هفردها كويس. افردها خالص، فردتها خالص زي ما انتم شايفين. هعمل ايه؟ هجيب السكينة وهقطعها لحد النص، شايفين كده بعملها شرايط لحد النص.
انا هحشيها بالعصاج اللي عملناه قبل كده مع بعض، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. عايزين تحشوها جبنة، اي حاجة موجودة عندكم براحتكم. هحشيها بالعصاج كده في النص اللي انا ما قطعتش لحده، يعني قطعت لحد قبل الاخر بشوية كده. المنظر ده، وحلف اهو المنظر ده، وهرص في السوق. هعمل معاك واحدة كمان، هفردها للآخر. فردتها للآخر وبقطعها لحد النص اهو كده زي ما انتوا شايفين شرايط. بحشي الحرف، بالمنظر ده وبتنيها كده زي الكروسون، وبرصها في الصاج على القفلة. هخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. خلاص شكلت الفطاير بتاعتي وحشيتها، دلوقتي هسيبها نص ساعة تخمر كمان مرة، وقبل ما ادخلها الفرن هوريكم هعمل ايه. بعد نص ساعة الفطاير بتاعتي خمرت، معايا صفار بيضة هضيف لها معلقة كبيرة خل ابيض، هضربها كويس وهدهن بيها وش الفطاير. معلقة الخل هنا بتضيع أي ريحة للبيض. خلاص دهنت وش الفطاير بصفار البيض، دلوقتي هدخلها الفرن على درجة حرارة 200. أول ما تستوي ويحمر وشها هطلعها على طول. اهو يا حبايب قلبي الفطاير بعد ما طلعت من الفرن، بصوا شكلها جميل ويفتح النفس ازاي، وطريه جدا وهشه، السوا بتاعها مظبوط. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقه عمل الفطاير المحشيه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.